تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 14 سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأنجاله، ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية ورئيس المراسم الملكية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. هذا ووصل السفراء الجدد إلى قصر الصخير حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية. سفير جمهورية زامبيا. سفير جمهورية اتحاد ميانمار. سفير سنغافورة. سفير جمهورية أنغولا. سفير مملكة بلجيكا. سفير البوسنة والهرسك. سفير الجمهورية الهيلينية.
سفير الاتحاد السويسري. سفير جمهورية الإكوادور. سفير جمهورية رواندا. سفير مملكة بوتان. سفير جمهورية بنين. سفير جمهورية أرمينيا. سفير جمهورية فنلندا. هذا وقد ألقى جلالة الملك المعظم أيده الله كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة بالإنجاز، حيث سنحرص خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معا من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعاً بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة. وختاماً، نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم ودوام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تحياتي وتقدير ملوك ورؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على المستويات كافة.